تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، مصر والعراق، ثوابت السياسة المصرية. علاقة مصر بالعراق علاقة تاريخية عبر حقب وأزمان طويلة ومنذ الحضارات القديمة وحتى اليوم. في عام 2021 زار الرئيس السيسي العراق، أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما. إنما بعد كده وقبل كده جالنا رؤساء الحكومات العراقية لزيارة مصر، فبقت في آلية الجامعة العربية اللي احنا والعراق موجودين فيها بقوة، وفي آلية ثلاثية مصر والأردن والعراق، وفي تنسيق رباعي مصر والأردن والعراق والإمارات. إنما كمان في العلاقات المصرية العراقية اللي هي امتداد لعلاقات تاريخية بين البلدين. رؤساء حكومات العراق زاروا مصر تباعا. الرئيس السيسي التقى حيدر عبادي، والتقى مصطفى الكاظمي، والتقى محمد شياع السوداني. في 2023 رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جاء أول زيارة إلى مصر، استقبل استقبال كبير جدا، وهو قال إن علاقتنا مع مصر علاقة تاريخية، علاقة كبيرة وقوية، لكنها دلوقتي في وضعها الاقتصادي والتعاوني لا ترقى إلى طموحات الحكومة العراقية، وقال إن إحنا لسه دون السقف اللي عايزين نتصل إليه هذه العلاقات. وكان معاه وفد وزاري كبير جدا، وقال إن إحنا عايزين نشتغل على تعاون اقتصادي أكبر بكتير جدا مما هو حادث اليوم. إذن رئيس وزراء العراق بيتكلم على طموحات أكبر، على سقف أعلى في العلاقات بين مصر وبين العراق، والعلاقات الثنائية التاريخية تبقى كمان علاقات تجارية واقتصادية وتنموية مفيدة للشعبين. رؤية العراق زي ما عبر عنها رؤساء حكومات العراق المتعاقبين والسيد محمد شياع السوداني، إنه لابد من الإسراع في المشروعات القائمة والبدء في مشروعات جديدة، وإن العلاقة بين مصر والعراق تكون علاقة وشراكة استراتيجية بين البلدين. الرئيس السيسي طرح رؤية مصر إن نمرة واحد احترام وحدة العراق، ضد تقسيم العراق بأي شكل، ضد أي محاولة لتفتيت العراق، إحنا مع وحدة العراق وسلامة أراضيه الآن وفي المستقبل ودائما. وحدة العراق هدف مصري ورؤية مصرية وقناعة مصرية. الأمر الثاني إن التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب أمر مهم للغاية. نجحت مصر في القضاء على الإرهاب قضاء تاما، وتجربة مصر في مكافحة الإرهاب تجربة ملهمة، كما أن تجربة العراق في مكافحة تنظيم داعش تجربة مهمة للغاية. علشان كده التعاون المشترك بين القاهرة وبغداد في مكافحة الإرهاب تعاون مهم للغاية. نمرة ثلاثة، دعم أمن واستقرار العراق. يعني وحدة أراضي العراق مؤكدة، إنما كمان الأمن الداخلي يجب أن يكون مؤكدا، الاستقرار الداخلي، لأن ازدهار العراق وقوته تعتمد على الأمن الداخلي، أن يكون في استقرار يسمح بالرخاء ويسمح بالتنمية ويسمح بالازدهار. بدون الأمن والاستقرار الداخلي في العراق هيكون صعب أن العراق يحقق أهدافه. علشان كده مصر تدعم أمن واستقرار العراق. أيضا التعاون الاقتصادي ولا سيما في المشروعات الكبرى. مصر حاليا عندها خبرة كبيرة جدا في المشروعات الكبرى، العراق عنده طموح كبير جدا في التنمية الاقتصادية في بلاده، وبالتالي التعاون في المشروعات الكبرى في مصر والعراق هو تعاون مهم جدا، ويجب أن يكون على جدول أعمال البلدين، وهذا ما أكده الرئيس وأكده أيضا رئيس وزراء العراق. مصر دائما بتطرح رؤية إن هذه المنطقة كلها بما فيها العراق بالطبع يجب أن تتحول أو يتحول جدول أعمالها من القضايا اللي احنا شفناها في سنوات سابقة إلى قضايا أهم، الأمن والتنمية، إن يكون عنوان العالم العربي والشرق الأوسط
الأمن والتنمية. يبقى لابد من تحقيق الأمن، ولابد أن تكون التنمية عنوانا ليس فقط لمصر ولا أيضا فقط للعراق، إنما أن تكون التنمية عنوانا للمنطقة. يبقى الأمن والتنمية هما العنوانين اللي مصر تريد أن هما يكونوا عناوين المنطقة العربية والشرق الأوسط. ويبقى القول إنه العلاقة بين مصر والعراق السنوات الأخيرة توثقت بشكل كبير جدا في عهد الرئيس السيسي، وإن هذه العلاقات اللي بينا وبين العراق هي علاقات مستمرة، سواء في الآلية الثنائية القاهرة بغداد، الآلية الثلاثية القاهرة بغداد عمان، أو آلية الجامعة العربية المظلة الأم التي تجمع الجميع. كل الأمنيات الطيبة لشعب العراق الصديق والشقيق، كل الدعاء بالأمن والاستقرار والازدهار للعراق.